قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا عبد المنعم البنا قال إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه لتنفيذ مشروع القطن من البذرة إلى الكسوة يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري طويل التيلة وفائق الطول. وقال الدكتور عبد المنعم البنا إن مشروع القطن من البذرة إلى الكسوة يهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي ومصنعي القطن.